السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا إلى إخواني. اسمي محمد يزيد بن سعود، أنا من جامعة سلطان زين العابدين في كلية الدراسة التاريخ والحضارة الإسلامية. أنا في درجانو في ولاية كوالا درجانو في قوسمو الماضي. لقد أحضرت رفاق من صديقي عن واجب مطعم بالقرب في ولد الناس اسمه أوليفا كيفي. لذلك سأبحث إذا كان الطعام في مطعم أوليفا كيفي ولذيذ أو لا. هيا نذهب إلى أوليفا كيفي. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال. أهلا بكم في هذه القناة، في هذه المطعم. سأحول عن طعام، بعض الطعام يقول اللذيذ. بسكو سلمون أكل أوليو أوليو بوتيتو بيل وواتر ميلون بين سودا. هذه المطعم الوقت عمله من 5 مساء حتى 12 ليل. نبدأ بسلمون أغليو أوليو. طريقة إرسال العادي وممتاز جميلة. هيا طعم. السباجيتي هو كثير ممتاز. وكثير نباتي وكبير سلم. ما شاء الله لذيذ وقليل حار. نفسك بالعلم. ثم الطعم الثاني هو بوتيتو بيل. وصوص مع مايونيز وكثير البوتاتو. ما
smacks all the world. It's easy. وفي وقته قليل الحلو. كبالعلم تحررها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها. الآخرة الشراب هو واتميل كريم سودا والشجاع هو الكبير وطعمه ما شاء الله الحلو وهو اللذيذ و الماء هو كثير جدا وقدمة العمل هو طيب وممتاز والمطعم وجميلة والطعام أعطي الدور 4/5 النجوم والمطعم هو ممتاز ولذيذ جدا الطعام مع السلامة. السلام عليكم.